معانا ايضا على الشاشه الاعلامي المعروف عبد المجيد خضر، نشوف هيقول لنا ايه. انا طبعا تربيت على وجد الحكيم الفنان والانسان اللي عاصر او تعايش مع نجوم الفن، مع عبد الحليم وعبد الوهاب وام كلثوم وبهير حمدي والقمم اللي في الغناء وفي الموسيقى. استاذ وجدي انا يعني بعتب عليك انك انت ما بتعملش او ما عملتش، يعني انت طبعا عملت انجازات كبيره في الاذاعه وفي الموسيقى والغناء وحركت ربعت على عرش الموسيقى والغناء في الاذاعه لفتره كبيره، لكن انت ليه ما بتديش خبراتك للجيل الجديد؟ لاني محتاج تبصره ومحتاج توجهه ومحتاج تقول له ده الطريق، لاني انا بشوف دلوقتي حتى الموسيقيين الجداد، حتى الناس اللي شغالين في مجال الاذاعه او التلفزيون، ما حدش بيوجههم. احنا بنشوف مذيع طالع من غير تمرين، بنشوف واحد بيشتغل في الموسيقى والغناء ما عندوش فكره مين الملحنين. انا بقول لحضرتك وانت كنت يعني مسؤول عن لجنه الاستماع الموحد في الاذاعه، كنت بتعتمد مطربين، بقول لحضرتك دلوقتي لازم يبقى تعمل يعني تدي خبرتك للجيل الجديد، سواء من المذيعين او من اللي داخلين في مجال الموسيقى والغناء او اللي ماشيين على الطريق. ايه بقى؟ يعني انا مش عايز بس ابقى اكرر كلام، انما هو بشكل عام انا ما بتاخرش عن ان انا ادي للجيل الجديد كل ما طلب مني في دورات التدريب. يعني في دورات تدريب الأفارقة بأشارك فيها، دورات تدريب معهد الإذاعة والتلفزيون بأشارك فيها، دورات تدريب الإذاعة كل الدورات دي بأشارك فيها، وببقى حريص إن أنا أنقل تجربتي للأجيال الجديدة. وأحياناً بأصادف بإن الولاد بيبقوا مبهورين باللي إحنا عملناه، وأنا دايماً أقول لهم إنه اللي إحنا عملناه ده بنقدمه لكم كنموذج لزماننا، أنتم مفروض تعملوا من حيث انتهينا نحن. طبعا. فواحد منهم مره قال لي احنا ما نعمل ربع اللي انتوا عملتوه، يبقى احنا عملنا شيء. فحسيت احيانا ان انا بعمل لهم احباط، لكن انا مصر على انه فعلا لابد يحدث تواصل الاجيال، وان احنا ندي خبراتنا لهذه الاجيال، وانه انا مؤمن بانه بكره مش بتاعنا، بكره بتاع الجيل الحالي، لابد ان احنا نؤهل نجوم بكره بقدر الامكان. انا اتمنى ان يبقى في زياده في الرقعه التدريب، وانا بعتقد ان احنا مشاركتنا، انا بشارك في اكاديميه الاعلام حاليا في دوره برضو للشباب، وفي اي قسم اقسام الاعلام في الجامعات بشارك، واتمنى إنه يحدث اهتمام من كل جيلي بنفس الشيء، حتى إن يكون الاستفادة أعم وأكبر إن شاء الله. إن شاء الله. في برضو كمان موقف تاني السفير التركي حقق فيها معاك، اللي سفير تركيا بتاعت تذكر بقى. لا ما حققش معايا، هو يعني هو ممكن إنه ويعمل نوع يعني اعترض ف يعني اعترض، عمل ضجة السفير التركي. أي اعترض على برنامج، على إيه؟ على برنامج اللي كنا خدناه وكنا اتكلمنا فيه عن اللي هو منتهى الصراحة. في منتهى الصراحة، وكنا خدنا جزء من فيه اتكلمنا فيه عن عربستان ومنطقة المنطقة اللي متنازع عليها، الاسكندرونة ولا الاسكندرونة؟ الاسكندرونة. الاسكندرونة. فديت المسألة ضايقته جدا. بس كان البرنامج اتذاع فاعتذرنا. خلاص يعني انا متأسفين. خلاص زعته وخلاص. بس كان البرنامج اذا ان هو سمعه، مش اعترض عليه قبل ما يتذاع. لا ما هو سمعه. سمعه وبعدين اعترض عليه. فاعتذرنا بس كده. بس انما خلينه كان خلاص، انما خلاص زعت البرنامج. خلاص يعني منتهى الشجاعه، يعني ما هو في الاخر دايما يقول اصل احنا عندنا ولد مشاغب، معلش احنا متأسفين وهنمنعه. بس يعني. طب في انا بما اني بجيب سيره الحاجات دي بتاعتك يا استاذ وجدي، ليك وقعة في اليمن معروفة بتاعت عبد المطلب، بتاعت الصواريخ اللي انت اطلقتها. لا الاكثر من الصواريخ، لا اطلقنا صواريخ. انت جبت حفلة من النجوم العرب بقى كلهم وخدتهم ورحت؟ جبنا كنا فنانين عرب ورحنا اول عيد ثورة. ايوه. قلت لهم يعني ان احنا عشان مدام التلفزيون ومع المصري معانا. أيوة. وبيصور. فنعمل بتاع كتر خير. مجرد ما اطلقوا الصواريخ
كان في ميدان اسمه ميدان عبد الناصر في صنعاء. ما بقاش فيه ولا حد. الناس خافت من الصواريخ وجت كلهم روح. فتاني يوم بقى نعمل الحفلة كان أصيب محمد عبد المطلب بانحباس في صوته. ومحمد عبد المطلب كان المطرب أشهر مطرب في الوقت ده بيحظى باهتمام في اليمن. يا سلام. مش مهم كل الفنانين، المهم عبد المطلب ما شاء الله. وعبد المطلب صوته حصل له احتباس شديد. فطب مش هنقدر نعمل الحفلة من غير عبد المطلب ما يغني. كويس. فجه محمد رشدي قال ما فيش ما يمنع إن أبو نور يقف على المسرح والفرقة بصراع الرام بيعزف وأنا على الميكروفون ورا بغني وأبو نور بيعمل كما لو كان بيغني. وطلع والمسألة مشيت حوالي تلت ساعة. حلو. كويس قوي. فجأة عنا لرشدي إنه يقول موال. وابو نور على المسرح مش مهيئ يعني، هو احنا المساله متظبطه انه هيقول الاغاني بس هيقول الاغنيه مثلا ساكن في حي السيده يعني بلاي باك. فكانت النتيجه ابو نور ابو نور بص كده وراح نازل ورجع له احنا ما اتفقناش على كده. فطبعا كان موقف صعب قدام الناس برضه في اليمن وقفل كان في صنعاء برضه. فكان موقف لا ينسى طبعا، ولان عبد المطلب نزل من على المسرح وجه قال له يا رشدي يا فلاح. هو دايما كان يقول له فلاح. احنا ما اتفقناش على كده. ايوه الاستاذ محمد رشدي مره حكى لنا القصه دي وانا الحقيقه انت جسدتها لنا اكتر. يعني كانت من الحاجات المفارقات اللي الواحد لا ينساها اكيد. لان أكيد. ابو نور ده كان مشع، كان شخصيه جميله. وكان معانا الصبح في الاذاعه والظهر تلاقيه قاعد في شيراتون، بالليل تلاقيه في ميدان سيدنا الحسين، مش عارف اخر السهر بتلاقيه في باب الخلق. يعني كان في كل حته تلاقي عبد المطلب. كان جميل، كان شخصيه يعني جميله جدا يعني. جدا جدا وانا اتذكره وانا صغيره، كان اهم في حياتنا قوي يعني. الحقيقه. طب يعني نفسنا بقى بما اننا جبنا سيره الاستاذ عبد المطلب الله يرحمه الفنان العبقري الجميل، نسمع تسجيل ليك معاه، تسجيل نادر. احبه قوي لانه انا كنت يحلو لي ان انا يعني ما يقعد يسجل معايا. كنت بدخل بيه في ذكريات خاصه بيه. وكان تحس ان هو بينساب على الميكروفون ويتكلم ابو نور اللي بيقعد معانا مش اللي على الميكروفون. جميل جميل رائع. انا الحقيقه ما انساهوش لانه كان دايما انا كنت اروح مع ماما في الاذاعه مع والدتي انا، والحقيقه مش قرايبه ولا حاجه، ولكن كان دايما يقول مامة صفاء قريبتي. فانا على طول خلاص يبقى هو كده خلاص قريبتي. لا بس هو ممكن يعني ايه في وقت من الاوقات كان راضي عني. فكان يقول وجدي ده قريبي على طول. يبقى هي كده. فمره كان في حفلات هنعملها في اوروبا. وكان صديقنا لطفي عبد الحميد فتله، لطفي فتله الله يرحمه. فقال له وكان بيحب يعمل مقالب يعني. فهو دايما يقول له ايه انا بلغني انك انت هتسافر. قال له وجدي ده حبيبي، ده قريبي، ده حبيبي. فجات الظروف انه اختصروا عدد الفنانين. فما بقاش ابو نور من ضمن المجموعه اللي مش هتسافر. فخلاص. فقال له لطفي بقى قال له ايه بلغني ان كان رجلك وسلم الطياره. بس يبدو ان وجدي الحكيم رزعك زومبا قريبك. قال له انا رخل محتار في الواد ده، ابيضاني ما تعرف، شيوعي ما تفهم، الواد ده حاجه غريب قوي. ما بقتش قريبه وتبرع مني على طول. كل الحاجات تبرع مني على طول. طب نسمع، احنا سطينا على المكتبه على التسجيل ده بالذات، ممكن نسمع منه يعني جزء. يا ريت يسعدني. المطرب الشعبي رمز الغناء الاصيل في حياتنا محمد عبد المطلب ابو نور. لما أقلب في صفحات ذكرياتك وأقول لك إمتى بدأت علاقتك بالغناء في العاصمة المصرية الكبيرة القاهرة. أنا جيت مصر يوم 4 أكتوبر سنة 24، أول عدد طلع من مجلة روزا اليوسف. مع أول مرة تنزل فيها القاهرة طفل جاي من قرية. لابس إيه؟ كنت لابس والله العظيم وأنا صادق في هذا الكلام، كنت لابس بدلة وبنطلون قصير وطربوش،
كنت في البلد بقى بتغني ايه؟ انا غويت المغنى وانا صغير. وانت في البلد؟ وانا في البلد. كنت بتلبس ايه في البلد؟ كنت بلبس جلابيه وطاقيه. وتقيميها بتغني في البلد كده في الاعداد بتاعت البلد يعني؟ كنت اغني في الغيط، اغني على الشجر، وكنت شقي شويه وانا صغير. كان والدك موافق على طول على انك تروح تغني في مصر؟ ابدا، ده والدي قاعد يمكن اكتر من 15 سنه يعلم ان انا بدرس في مصر مدرسه بتاعه، وبعدين في الاخر بقى عرفه.